يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم حلقة غاية في الأهمية، عندنا فيها أخبار عديدة متنوعة سواء فيما يتعلق بالجانب العالمي، الجانب المحلي، وقبل كل ده تحديدا كل الجديد اللي بيخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. وفي تفاصيل مهمة كمان هنتكلم فيها على مدار حلقة اليوم أيضا بتخص النادي. لكن خليني أقول لحضراتكم إن إحنا منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، ورأي حضراتكم إيه في أداء النادي الأهلي في مباراة الأمس بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0. هناخد تفاعل حضراتكم معنا في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة الترند. لكن دايما البداية بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ استعداداته للإنتاج بدون راحة، طائرة خاصة تقل الأهلي إلى كأس العالم للأندية. أما في الترند العالمي، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو بسبب عاصفة ثلجية. أهم ماتشات اليوم النهاردة في الدوري المصري، في ثلاث مباريات. المباراة الأولى ما بين المقصة وأسوان انتهت بفوز المقصة بنتيجة 1-0 في الوقت بدل ضايع من الشوط الثاني. المقصة ابتدى يعني طريقه يتحسن ونتائجه تتحسن شوية مع الكابتن إيهاب جلال، طبعا مدرب مميز. في مباراة تلعب في هذه اللحظات ما بين المحلة والجونة في استاد المحلة، تعادل سلبي 0-0. والمباراة الأخيرة النهاردة ما بين الزمالك وطلائع الجيش، مباراة قوية دي هتكون في تمام الساعة 7:30، وأكيد هتكون مباراة أيضا مثيرة، خصوصا إبراهيم نور الدين هو حكم هذه المباراة، ودايما كل مباراة سواء مع الأهلي أو مع الزمالك أو مع أي فرقة بيبقى فيها إيه بعض اللغط كده، لكن هنتابع أكيد كل المباريات. في الدوري الأسباني في ثلاث مباريات، إشبيلية وريال سوسيداد، دي مباراة انتهت خلاص 3-2 لإشبيلية. غرناطة هيلاعب برشلونة الساعة 7:30، وأوساسونا هيلاعب ريال مدريد الساعة 10:30 بالليل. أما مباريات الدوري الإيطالي ففي مباراة بتتلعب حتى هذه اللحظات وأنا معاكم ما بين بينفينتو وأتلانتا، 1-0 لأتلانتا متقدم، الساعة 7 جينوا مع بلونيا، والساعة 10:15 ميلان مع تورينو. دي مباريات اليوم وأهم هذه المباريات في مختلف الدوريات العالمية، وتحديدا كمان الدوري المصري اللي أكيد بيهمنا ودوري مثير جدا في الحقيقة السنة دي. بما أننا بنتكلم على الدوري المصري، خلينا نبتدي كلامنا وحلقتنا النهاردة بالحديث عن مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-0 على فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة كانت قوية جدا وفيها ندية بشكل كبير. فريق سيراميكا فريق محترم جدا، واضح أنهم مجهزين نفسهم بالشكل الأمثل لخوض غمار بطولة الدوري هذا الموسم وللبقاء كمان في البطولة دي بعد انتهائها، فأدوا أداء أكثر من رائع، لكن استطاع النادي الأهلي في النهاية أنه هو يفوز بنتيجة 2-0. لكن في بعض النقاط اللي حابب أتكلم فيها مع حضراتكم وتحديدا بعض اللاعبين، وأنا عايز أبتدي بوالتر بواليا. والتر بواليا مباراة يعتبر بالنسبة له امبارح جيدة كبداية لي مع النادي الأهلي، لعيب واضح أنه عنده شخصية مميزة، قدرات بدنية ما شاء الله لا قوة إلا بالله جيدة جدا. كمان في بعض المواقف اللي قدر يتصرف بيها بالشكل الأمثل، لكن في نقطة بالنسبة لي وهي نقطة إيجابية قوي قوي كنا مفتقدينها بقالنا فترة في النادي الأهلي بالنسبة لوالتر بواليا، لو تعرف تجيبها لي يا بيبو معلش، وهي ضربة الرأس اللي لعبها بواليا قبل ما يخرج، قبل ما يتغير في الشوط الثاني بعد عرضية أعتقد علي معلول، والراجل الكرة جاية وراه جاية في ظهره، فقدر إن هو يطلع ينط بشكل مميز ويرجع بدماغه عشان يلعب الكرة، وكانت فوق العارضة بحاجات بسيطة، فدي نقطة إيجابية جدا، واضح إن هو بيمتاز بضربات الرأس بالشكل الجيد اللي محتاجه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، بخلاف طبعا المهاجمين الموجودين في صفوف فريق النادي الأهلي مميزين جدا. لكن والتر بواليا مبشر جدا ولاعب بإذن الله هيكون مؤثر في تشكيلة النادي الأهلي. كمان عايز أتكلم عن وليد سليمان. وليد سليمان امبارح نزل في الشوط الثاني، ويعني نزل كمان ايه في الوقت بقى الضايع تقريبا وليد سليمان، لكن انا مش عايز اتكلم على الجون اكتر ما اتكلم على ملامح وجه وليد سليمان وهو نازل. لعيب بتاريخ كبير جدا، بقدرات ما حدش يختلف عليها، باهميه كبيره جدا بالنسبه لنادي الاهلي وليد سليمان. ممكن واحد يكون مكانه شايف ان هو لعيب كبير ونازل في الوقت بدل الضايع وانا ماليش دور في الماتش، مش عارفين نازل ابقى متضايق بقى ومكشر ولاوي بوزي وبتاع وانزل ابقى يعني فاهم شكلي مش حلو يعني وباين ان انا زعلان واعمل مشكله وكلام من ده، لكن ده احد كباتن النادي الاهلي نازل
بيرش على وشه ميه بيفوق نفسه قبل ما ينزل، بما ان ناقص 5 دقائق مثلا بالوقت بدل ضايع، يعني هم 5 دقائق الوقت بدل ضايع كانوا امبارح تقريبا او 6، فمفيش وقت مش هيلحق يلعب. لكن شوف بقى، وده مثال يحتذى به في الحقيقه لكل اللاعبين الشباب، يعني شوف لعيب بقيمه وليد سليمان نازل في وقت بدل ضايع من احداث المباراه كلها، نازل يعمل ايه؟ نازل واضح ان هو كان مركز جدا في احداث المباراه، وواضح ان هو كان مستوعب التعليمات اللي خدها من الجهاز الفني بشكل مميز جدا، بالتالي نزل جاب جول، ونزل الناس اتكلمت عن وليد سليمان وحست بيه في 3 4 دقائق بالجون اللي جابه. لاعب بقيمه كبيره جدا وليد سليمان في الحقيقه، وهي دي اللعيبه اللي محتاجها النادي الاهلي واللي موجوده عندنا متوفره عندنا. لما اللعيبه تشوف وليد سليمان بقيمته دي نازل في وقت بدل ضايع وبيلعب ازاي وبيجيب جون وكلام من ده، كله هيبص لوليد سليمان، كله هياخد وليد سليمان بالنسبه له قدوه ومثل. فكل التحيه طبعا لنجم كبير جدا زي وليد سليمان. كهربا الهديه بتاعتنا، كهربا نجم كبير جدا جدا وادى مباراه مميزه لما نزل في الشوط الثاني، وحسينا بفرق هو وقفشه لما نزلوا وغيروا الدنيا بشكل كبير جدا. ماشي بشكل ممتاز كهربا، لاعب مؤثر وقيمه فنيه كبيره، وواضح ثقه مسؤولي النادي الاهلي في اللاعب كانت في محلها في الحقيقه. ويا جماعه النادي الاهلي غير كهربا، لما يبقى موجود جوه النادي الاهلي هيتطبع بطباع النادي الاهلي وبسمات النادي الاهلي، فبالتالي هتشوفوا النسخه اللي احنا شايفينها من كهربا، ولسه عايزين منه المزيد، هداف الدوري نتمنى له يا رب كل التوفيق. في المجمل النادي الاهلي عمل مباراه جيده امبارح وقدر ان هو يوصل للنقطه رقم 13. لكن تعالى لي بقى في النقطه الاهم، والموضوع بقى غريب قوي بصراحه، يعني موضوع التحكيم. وامبارح الاهلي ليه هدف ما اتحسبش، قال لك الفار قال لك اوف سايد، تمام، ادي هدف. هو الاهلي لعب كام ماتش لحد دلوقتي في الدوري؟ 5 مش كده؟ 3 اخطاء مؤثره في 5 مباريات للنادي الاهلي مع بدايه بطوله الدوري هذا الموسم. امر غريب وعجيب جدا ولازم نقف عنده. ما احنا مش عشان الاهلي بيكسب خلاص نعدي الامور كده، لا، احنا هنعرض لحضراتكم ال3 اخطاء المؤثرين، مش مجرد اخطاء عاديه في المباريات، مش مجرد خطا وعدى ونخلص والاهلي كسب ومش مشكله ما تاخدش بقى، لا، اخطاء مؤثره. لو الاهلي ما كانش جاب اهداف او الاهلي ما كسبش او كلام من ده، وفعلا حصل في ماتش وادي دجله الاهلي ما كسبش بسبب خطا مؤثر، لكن هيفضل كده لحد امتى؟ لحد امتى النادي الاهلي هيفضل يعاني من التحكيم رغم وجود الفار؟ يا ريت يا بيبو تعرض لنا اللقطات. اول لقطه كانت في مباراه ايه؟ مصر مقصه. طيب خلينا نبتدي من امبارح، ادي الهدف وهدف صحيح 100%، برده كل خبراء التحكيم في مختلف الاستوديوهات قالوا هدف صحيح 100%، مفيش مشكلة فيه ومفيش اوفسايد اصلا. طب يا جماعة، طب ايه السبب ان هي تتحسب اوفسايد؟ قال لك اصل جهاز الفار هو اللي حسب. المشكلة مش عند حكم الفار، مش عند الحكم اللي موجود في غرفة الفار، المشكلة عند الجهاز نفسه. طب ما احنا جايبين الجهاز ده عشان يدينا اخطاء في التحكيم؟ لو جهاز بايظ يا جماعة صلحوه، شوفوا حل فيه يعني، نصلحه مفيش مشكلة. مش كل ما وراه هنقول اصل الجهاز ومش الجهاز وكلام من ده، الجهاز واضح انه بيخرف بقى. لازم يكون في حل في القصة دي، لأن الهدف صحيح 100%، هدف كهربا التاني اللي اتلغى، أدي واحدة. التانية ماتش وادي دجلة ضربة الجزاء بتاعت أحمد رمضان بكا، برضو كان خطأ مؤثر جدا، لو كانت اتحسبت كانت تبقى هدف من النادي الأهلي، ضربة جزاء وارد إن هي تخرج أو وارد إن هي تدخل، لكن النسبة الأكبر هدف. فأدي 3 نقاط أو نقطتين كمان ضاعوا من النادي الأهلي. تعالى كمان في مباراة المقصة، الهدف بتاع محمد شريف اللي اتلغى اهو قدام حضراتكم، هدف صحيح 100% بشهادة كل خبراء التحكيم. وبالمناسبة حكم الفار في مباراة المقصة وامبارح هو نفس الحكم، وده سؤال برضو احنا بنطرحه على، انا مش عارف في لجنة حكام دلوقتي ولا لا بعد اللجنة الثلاثية ما جت وفي ناس كتير مشيت وتصفية حسابات حصلت كده، انا مش عارف في لجنة حكام ولا لا ولا مين اللي بيدير الموضوع ده. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال، ليه الحكم يتكرر في عدد قليل من المباريات بالنسبة للنادي الاهلي ويحصل من خلاله اخطاء، سواء بقى الفار الجهاز نفسه هو اللي بايظ او الحكم هو اللي بيغلط، دي مش مشكلتي انا، دي مشكلة الحكام. هدف صحيح 100% اهو كمان. طيب 3 اخطاء في اول 5 مباريات للاهلي في الدوري واخطاء مؤثره، ده امر يدعو للشك، يعني خليك كده تقول ايه، فاكرين ان حضراتكم لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول كلام مش بقوله خلاص،
الاسبوع اللي فات واللي قبليه انا بقول لحضراتكم واضح ان في توجه بالنسبه لبطوله الدوري هذا الموسم، وانا بعيدها تاني يا جماعه، لو في مشكله او انتوا حابين ان فريق تاني ياخد الدوري غير الاهلي قولوا لنا، ناخد المباريات دي كاستعداد بالنسبه لنا لكاس العالم وبطوله دوري ابطال افريقيا للسوبر المصري للسوبر الافريقي الكلام من ده. الاهلي عنده بطولات دوري بعدد كبير جدا، 42 بطوله ممكن يقدر يوزعهم على كل الانديه، مفيش مشكله خالص. ولما هنخسر بطوله الدوري رغم ان جمهور الاهلي بيبقى حابب دايما البطوله دي، وده امر طبيعي لان هي البطوله الاهم، البطوله المحليه الاهم، لكن مش هتاثر معانا، مش هتنقصنا حاجه. لكن في كل الاحوال الاهلي هيقدر يواجه التحكيم وهيقدر ينتصر في مبارياته، وباذن الله هياخد البطوله رقم 43. موضوع التحكيم ده لازم نشوف فيه حل، وكان لازم يبقى فيه وقفه، وهنفضل متابعين خلال الفتره اللي جايه. لكن خليكم فاكرين 5 ماتشات بثلاث اخطاء مؤثره لحد دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن بعض الاخبار السعيده بالمناسبه لبعض المصابين اصحاب الاصابات الطويله، هقول لحضراتكم بعض التجديدات او بعض الاخبار الجديده الخاصه بهم وبعض التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي استعدادا للمباراه المقبله. استنونا بعد الفاصل. طيب، امبارح كانت قرعه دور ال 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي اسفرت عن مجموعه 4 مجاميع. نبتدي بمجموعه النادي الاهلي، البطوله اللي بيدافع طبعا النادي الاهلي عن لقبه فيها، ولقب كان رقم 9. احنا دلوقتي في مشوار باذن الله الحفاظ على البطوله ووصول للبطوله رقم 10 بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي خلاص وقع في مجموعته كل من فيتا كلوب بطل الكونغو، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. البعض بيتكلم على ان المجموعه يعني معقوله وكلام من ده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مجموعه صعبه جدا وبطوله صعبه جدا جدا، والاهلي باذن الله ان شاء الله ينافس عليها بكل قوه، وهدفه معروف ان هو يفوز باللقب باذن الله تعالى. لكن مش عايزين نستسهل اي حاجه خالص، لان طالما فريق متواجد في المرحله دي من بطوله دوري ابطال افريقيا اذا هو فريق قوي يعني. كمان المجموعه الثانيه تي بي مازيمبي مع كل من ماموليدي سان داونز والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. المجموعه الثالثه الوداد المغربي، حوريه كوناكري الغيني، بيترو اتلتيكو الانجولي، وكايزر تشيفز الجنوب افريقي. والمجموعه الاخيره المجموعه الرابعه الترجي التونسي والزمالك ومولوديه الجزائر وتونجيس بطل السنغال، واللي اقصى فريق الرجاء في مفاجاه قويه جدا في دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو يحقق هذا اللقب الغالي. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم في مواعيد مباريات الاهلي تحديدا المباريات الافريقيه. الجوله الاولى هتكون يوم 12 او 13، الاهلي هيلاعب المريخ السوداني هنا في مصر، وبعد كده هيطلع لتنزانيا عشان يقابل سيمبا يوم الايام لسه اليوم 23 فبراير، دي الجوله الثانيه. الجوله الثالثه هتكون يوم 5 او 6 مارس، الاهلي هيقابل فيتا كلوب هنا في مصر، وبعد كده يخرج يقابلهم يوم 16 مارس في الكونغو. وبعد كده الجوله الخامسه مع المريخ السوداني في السودان، والجوله الاخيره الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره، دي هتكون يوم 9 او 10 ابريل. الجوله الخامسه هتكون يوم 2 او 3 ابريل باذن الله تعالى. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله الاهم من مراحل بطولات دوري ابطال افريقيا. عندي بعض الاخبار المهمه قبل ما اتكلم على اخبار المصابين واخبار هتكون سعيده بالنسبه لجميع النادي الاهلي، لكن تحديدا عايز اقول ان النهارده كان في زياره لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكره اليد طبعا الكابتن والدكتور حسن مصطفى، وكانت زياره بهدف الاطمئنان على الاجراءات الاحترازيه ومتابعه تطبيق هذه الاجراءات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. والاهلي كده كده بياخد بعض الخطوات الهامه جدا بخصوص يعني مواجهه فيروس كورونا من ساعه ما ابتدت الازمه. الاهلي طبعا دايما بيبقى فيه خطوات خاصه بعمليات التعقيم الكامل لكل الاسطح والارضيات والاجهزه المختلفه داخل النادي، سواء في الصالات الرياضيه او الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافه جميع المنشات والافراد، اماكن لتعقيم الايدي اثناء الدخول من بوابات النادي. يعني الاهلي بصراحه مهتم جدا، وده طبيعي وواجب في الحقيقه على النادي الاهلي ان هو يهتم بالشكل الانسب في مواجهه فيروس كورونا. كمان بيبقى في ندوات طبيه لتوعيه الاعضاء، والندوات دي بتبقى في اماكن مفتوحه عشان يوعوهم بكيفيه مواجهه فيروس كورونا. وزياره كانت مهمه طبعا، ودايما مرحب بيهم داخل النادي الاهلي. اخبار بقى الفرقه بعد الفوز امبارح بنتيجه 2-0 للوصول لنقطه رقم 13، انت عندك مباراه مهمه جدا يوم الثلاث مع الانتاج الحربي في الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز، مباراه ايضا تعتبر مباراه قويه جدا. وبصراحه في المستوى اللي احنا بنشوفه ده في الدوري
لكل الفرق، فكل المباريات بقت قويه وصعبه للغايه يعني. فموسيماني النهارده كان عنده اجتماع مع الجهاز المعاون واتكلم معاهم على خطه الاستعداد القصير جدا لمده 48 ساعه تقريبا للمباراه المجهوله امام الانتاج الحربي وكيفيه مواجهه هذا الفريق. وبالمناسبه مستر موسيماني من المدربين اللي بيدرسوا كويس قوي قوي اي فرقه بيلعبها النادي الاهلي. النهارده كان في بعض الفقرات المتنوعه في المران، وفقرات كلها متعلقه ببعض الجوانب البدنيه وكانت اقوى في الحقيقه بالنسبه للاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الامس، وبعض الجوانب الاخرى الخاصه بتدريبات الكره. بالنسبه للسوليه ومحمود وحيد، السوليه طبعا شفي تماما من كورونا، نقول له الحمد لله على السلامه. كان ليه بعض التدريبات التاهيليه عشان يبتدي ينخرط في التدريبات الجماعيه مع الفريق تمهيدا لمشاركته مع الفرقه في المباريات الرسميه. محمود وحيد كان عنده اصابه عضليه، بيعمل بعض البرامج التاهيليه لعوده المشاركه في التدريبات الجماعيه. طيب عايز اتكلم معاكم بخصوص المصابين بقى، بس قبل ما اروح للمصابين، موسيماني كمان كان عنده جلسه مع اللعيبه اللي شاركت في مباراه امبارح واتكلم على بعض الامور الفنيه سواء الايجابيه او السلبيه وركز عليها بشكل كبير جدا، وده كان في ظل تواجد محلل الاداء اللي عرض كل هذه اللقطات اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني. مباراه النهارده طبعا كان صباحي واختتم بتقسيمه قويه جدا لكل اللاعبين. تعالى بقى نتكلم ايه على المصابين. عايز ابتدي بالجونيور أجاييه ونسب لحقه بكأس العالم للأندية. الراجل ماشي بشكل كويس جدا في برنامجه التأهيلي، قدامه قد ايه؟ قدامه يعني ممكن نقول اسبوعين. طيب فرص لحقه بكأس العالم للأندية هتكون ايه؟ مش واضحة حتى الآن، لسه مفيش تأكيد ان أجاييه يقدر يلحق كأس العالم للأندية. طبعا يا ريت يلحق، لعيب بقيمة كبيرة جدا ومهمة جدا، لكن ده هيبان خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لجونيور أجاييه اللي ماشي بشكل كويس جدا في برنامجه العلاجي والتأهيلي. طيب تعالى بقى نتكلم عن محمد محمود وده خبر مهم جدا جدا. محمد محمود يوم الاحد اللي فات راح للدكتور احمد عبد العزيز اللي اجرى ليه الجراحه في الغضروف وطمن على حاله اللاعب وشاف ان اللاعب ماشي بشكل مميز جدا في برنامجه التاهيلي. طيب السؤال هنا، محمد محمود ينزل تدريبات امتى مع الفريق؟ الاول يبتدي جري بعد اسبوع، بعد اسبوع من دلوقتي محمد محمود يبتدي الجري حول الملعب. خلال قد ايه ينزل تدريبات الجماعيه؟ من المفترض ان هو في اول شهر 3 اول مارس ينزل التدريبات الجماعيه، لكن يعني بسبب ان هو ماشي بشكل مميز جدا وفي تطور ايجابي كبير جدا في حالته، فقبل كده كمان ممكن يعني ينزل التدريبات. يعني ممكن نقول كده من بدايه من نص 2 نقدر ان شاء الله نشوف محمد محمود في التدريبات الجماعيه مع الاهلي، ودي حاجه جيده جدا بالنسبه للاعب احنا افتقدناه كتير جدا ويعني وحشنا بشكل كبير، واضافه هتكون قويه جدا لصفوف النادي الاهلي باذن الله تعالى. ده الخبر الاولاني بالنسبه لمحمد محمود. طب كريم نيدفيد، كريم نيدفيد خلال اسابيع ينزل التدريبات الجماعيه. الاسابيع دي اللي هي قد ايه؟ يعني اقل من شهر، يعني قول 3 اسابيع ان شاء الله ينزل التدريبات الجماعيه. هو كان بدا الجري خلاص حول الملعب والامور بالنسبه له جيده، فان شاء الله خلال 3 اسابيع ينزل التدريبات الجماعيه. ده بالنسبه لكريم نيدفيد. بالنسبه لناصر ماهر، ناصر ماهر بقى له 3 اسابيع من ساعه العمليه، خلاص قدامه كمان 3 اسابيع عشان يبقى له 6، وبعد الستة دي يبتدي التدريبات بالشكل كامل. هو دلوقتي بيعمل بعض التدريبات الخفيفه عشان اكيد كتفه مربوط، لكن خلال 3 اسابيع من دلوقتي يقدر يعمل تدريبات كامله بالنسبه له. قدامه من شهر ونص لشهرين عشان يرجع للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. الفريق يعني الحمد لله خالي تماما من فيروس كورونا، واللاعبين كلهم متاحين بالنسبه للجهاز الفني فيما هو قادم من تحديات ومباريات مهمه. دي بعض الاخبار اللي حبيت اقولها لحضراتكم، وهي اخبار في الحقيقه جيده جدا بالتحديد فيما يتعلق بمحمد محمود وكريم نيدفيد، مستنيينهم بشكل كبير عشان اكيد هيكونوا اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه النهارده. استنوا، اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لترند الاهلي وايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا النهارده، ونبتدي بحساب النادي الاهلي على فيسبوك، واللي قال لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا خاض 6 مباريات سجل خلالهم 5 اهداف، وبصراحه انطلاقه مميزه جدا لكهربا هذا الموسم. الست مباريات ما بين الدوري 4 مباريات ومباريتين في دوري ابطال افريقيا دور 32 امام سينوديب، قدر ان هو يحرز 4 اهداف في الدوري، هو هداف الدوري حاليا وهدف في دوري ابطال افريقيا، بيفتتح سجل تهديفه في هذه البطوله مع النادي الاهلي من خلال سينوديب. ان شاء الله باذن الله كهربا يواصل بهذا الاداء وافضل كمان خلال الفتره اللي جايه، واثقين فيه كتير جدا جدا يعني. خلينا نروح لحساب الاهلي دوت كوم على فيسبوك، واللي بيتكلم على ان الخطيب يترأس بعثه الاهلي في كاس العالم للانديه والفريق يسافر في طائره خاصه. لحد دلوقتي مفيش حاجه رسميه بالخصوص ده،
لكن طبعا ده الاقرب للحدوث. يعني بطوله كبيره اكيد هيبقى متواجد فيها الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه، مش عايز ااكد لغايه لما يخرج خبر رسمي، وكمان النسبه الاكبر اكيد هيكون في طياره خاصه. منتظرين دايما الرسمي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نروح للمصري اليوم وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا لقاء الاهلي ومريخ السوداني مهدد بالتاجيل لهذا السبب. ليه بقى؟ لان باذن الله الاهلي لو صعد لدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه فهيبقى عنده مباريات قريبه جدا من ميعاد مباريات المريخ السوداني المفترض هيكون يوم 12 او 13 فبراير. البطوله تخلص يوم 11، الاهلي باذن الله يوصل النهائي، ليه لا؟ او حتى لو وصلت نص النهائي ولا قدر الله خسرت هتلعب على المراكز الثالث والرابع وكلام من ده. فبكل الاحوال ممكن المباراه تؤجل، احنا بندعي ان المباراه تؤجل طبعا عشان يكون الاهلي وصل لدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه، وعندنا ثقه كبيره جدا في اللاعبين، وعندنا قائمه بصراحه ممتازه ما شاء الله لا قوه الا بالله من فريق النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ من سبورت 360 واللي بيتكلم وبيقول البطوله الافريقيه عباره عن مراحل، هخاف من مين وهعمل حساب لمين؟ فانا ساواجه جميع الفرق القويه في البطوله خلال اي مرحله، اقابل اي حد او اي فريق، ولكن اكون في حالتي يهمني قوي او قوتي انا تحديدا. يعني في كل الاحوال البطوله صعبه يا جماعه، وانت عايز تاخد البطوله فانت مش هتخاف من حد، انت بطل اصلا دوري ابطال افريقيا، الناس هي اللي هتخاف منك، لكن في كل الاحوال انت بتحترم كل المنافسين سواء في دور المجموعات او في ادوار المقبله باذن الله تعالى. الاهلي يتاهل ويوصل النهائي كمان، فاي فريق انت هتقابله هتبقى عامل له الف حساب عشان انت هدفك معروف وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. وكلام متزن جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ في الحقيقه مدير الكره. الوطن سبورت بيتكلم على ان موسيماني يرفض رحيل مروان محسن عن الاهلي. خليني اقول لحضراتكم يا جماعه ان الاتجاه الاقرب ان مفيش ولا لعيب هيطلع خلال الفتره اللي جايه اعاره من النادي الاهلي خلال الشهر الحالي، ده الاتجاه الاقرب، ممكن يحصل غير كده. لكن بقول ده الاقرب ليه؟ لان الاهلي عنده منافسات عديده، وعندك لا قدر الله في اصابات بخلاف موضوع كورونا اللي احنا ماشيين فيه، فانت محتاج لكل العناصر. اتحاد الكره كان زود القائمه 35 عشان تواجه الازمات اللي ممكن تحصل لك من اصابات او من خلال فيروس كورونا. فبالتالي الاقرب ان مفيش ولا لعيب هيخرج من النادي الاهلي على سبيل الاعاره هذا الموسم او في الشهر ده تحديدا، لكن برضو مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. انا بقول لحضراتكم الاقرب في الاخر ده قرار الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني، مع التاكيد على مدى اهميه مروان محسن وهو احد اهم اللاعبين في صفوف النادي الاهلي. وكان امير توفيق ايضا خلال مداخله امبارح تقريبا اكد على الجزئيه دي تحديدا، وانه الاقرب ان هو مكمل ومروان لعيب مميز جدا. بالتالي كمان انبي بيطلب استعاره صلاح محسن، في عروض بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، لكن هنشوف التفكير هيكون في انهي اتجاه من الجهاز الفني والمسؤولين على الكره في النادي الاهلي. هنشوف الامور هتبقى ايه خلال ما تبقى من هذا الشهر، شهر يناير اللي احنا فيه وانتقالات الشتويه. حساب يلا كوره على تويتر بيقول ان امير توفيق ليه تصريحات بيقول لم نتحدث مع اي لاعب من الزمالك، لم يتم عرض فرجاني ساسي علينا، لنرى في مركز وسط الملعب. يعني الراجل بيقول ان احنا ما تعرضش علينا فرجاني ساسي، ما فيش اي لاعب احنا فكرنا فيه من نادي الزمالك، مع كامل الاحترام والتقدير لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبيره طبعا، اي فريق يتمنى بعض اللاعبين المتواجدين في فريق نادي الزمالك، لكن في كل الاحوال ايضا انت عندك عناصر قويه جدا. يعني فرجاني ساسي هيجي لو مثلا كان اصلا في تفكير هو ده اصلا مش موجود، كانت عندك في نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اكرم توفيق، لو رجع كمان محمد محمود، كريم نيدفيد، عندك عناصر ممتازه جدا يعني. فبالتالي دي امور كلها مهمه ومفيش اي تفكير زي ما قال امير كده ان بخصوص اي لاعب في نادي الزمالك، ونتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في الخروج من بعض الازمات اللي ممكن يكون بيمر بيها. الخبر ده بقى غريب شويه من القاهره 24 وبيتكلموا على غضب في الاهلي من امير توفيق وان محمود الخطيب يسحب بعض اختصاصاته وكلام من ده، واضح ان ده خبر تصفيه حسابات يعني مع امير نفسه، الله اعلم، لكن الكلام ده مش حقيقي خالص يا جماعه. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي تتعلق بالنادي الاهلي في السوشيال ميديا، هروح لفاصل بعديها نرجع نكمل. يلا فقره ترند اونلاين معانا من خلال سكايب الناقد الرياضي الكبير سعيد علي الناقد الرياضي بالمصري اليوم عشان نتكلم معاه في بعض الامور والملفات الهامه اللي بتخص تحديدا النادي الاهلي. يا سعيد برحب بيك، اهلا بيك. اهلا بمشاهديك في برنامج ترند ومشاهدي قناه الاهلي. منورنا يا سعيد. في البداية عايز أتكلم معاك عن نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا ورأيك إيه في مجموعة النادي الأهلي تحديدا؟ في الحقيقة أمير أنا بشوف مجموعة النادي الأهلي هي مجموعة متوازنة
والتوازن ده انا بشوفه بيؤدي الى صعوبه ما الناس يمكن شفت الناس بتتكلم او استسهلت الامور بعض الشيء لما شافت الانديه اللي مع النادي الاهلي، لكن انا شخصيا بشوف ان هذا التوازن بيؤدي الى صعوبه وربما خطر. بشوف ده ازاي؟ لان النادي الاهلي معاه في المجموعه ثلاث انديه بتمتلك طموح الصعود. بمعنى ايه يا امير؟ بمعنى انك لما بتكون في مجموعه فيها اثنين انديه كبار جدا واسماء كبيره جدا بيكون الموضوع سهل انكم انتوا الاثنين تصعدوا مع بعض في وجود فريقين ما عندهمش طموح الصعود، او انتوا مسافات او الفجوه بينك كنادي كبير انت والنادي اللي معاك وبين الناديين الصغيرين كبيره جدا. يعني اضرب لك مثلا ما بين لما شفنا في قرعه دوري ابطال اوروبا شفنا يوفنتوس وبرشلونه، كل الناس قالت مجموعه صعبه جدا، رونالدو وميسي ومواجهه ثانيه، في حين الناس استسهلت مجموعه ريال مدريد. لما جينا شفنا المباريات لقينا ان يوفنتوس وبرشلونه مجموعه سهله جدا جدا، الاثنين صعبين من بدري، ورغم ان يوفنتوس بدا مشواره بتعادل ثم هزيمه امام برشلونه قدر في النهايه يصعد اول. ليه؟ لان مفيش فرق عندها طموح للمنافسه، فالمنافسه كانت محصوره ما بين يوفنتوس وبرشلونه فقط، ده وضع الناديين الكبيرين. اما في مجموعه ريال مدريد الناس استسهلت جلادباخ، شختار، انتر، لكن في النهايه لما كانت الثلاث انديه الاخرين مع ريال مدريد عندهم نفس الطموح فالمجموعه تاجل حسم المقاعد اللي هتصعد فيها للجوله الاخيره. ده الوضع اللي في مجموعه النادي الاهلي. انا بشوف فيتا كلاب، سيمبا التنزاني، المريخ، مفيش فجوات كبيره بينهم، الفجوه قريبه، فاذا جميعهم او ثلاثتهم هيطمعوا في انهم يصعدوا الدور الثاني، فبالتالي الثلاثه هيلعبوا مباريات صعبه جدا قدامك، كل واحد يلعب وهو عنده طموح انه يصعد، فده هيصعب الامور على النادي الاهلي. ده بشكل عام. لما اجي اتكلم في التفاصيل شويه برضو عايز اقول للناس اللي استسهلت، لما اجي ابص على فريق زي فيتا كلارك، فريق في البطوله الماضيه خرج من المجموعات، لكنه كان في مجموعه الموت، كان مع نادي الترجي التونسي، وكان مع الرجاء البيضاوي، كان في عهد النهائي، وكان مع شبيبه القبائل. ولما تبص يا امير في تفاصيل المباريات هو كان ند قوي جدا جدا، لدرجه انه كان بيستحوذ في الثلاث مباريات اللي على ملعبه بنسبه تفوق 65%، واقل عدد تسديدات يا امير سدده كان 16 تسديده الى 22 تسديده في اعلى مباراه ليه. فبالتالي هو ند قوي جدا 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 للترجي والرجاء البيضاوي المغربي. لما يكون بهذه النديه فانت امام فريق صعب جدا، ما ينفعش ابدا تتساهل معاه. فبالتالي انا ضد فكره التسهيل. ايوه في فجوه لصالح النادي الاهلي وكل فرق المجموعه، لكن اذا تعاملت بهذه الجديه اللي انا بتكلم بيها وادركت ان في نديه في المواجهات، فبالتالي استطيع ان اقول النادي الاهلي هيصعد اول ان شاء الله باذن الله، وفرق نقاط اذا تعامل بالجديه اللي انا بقول عليها. وان شاء الله انا واثق تماما ان العقليه الاحترافيه في النادي الاهلي هي اللي بتفكر بالطريقه دي، ومدركه طبيعه الخصوم عامله ازاي، ومدركه طموحات الناس عامله ازاي، فبالتالي هيكون في تعامل جاد جدا، وهشوف في النهايه ان النادي الاهلي هيصعد باذن الله في الصداره، وهيكون في منافسه على البطاقه الثانيه. طيب بالتالي يا سعيد، نظرا للقائمه الموجوده دلوقتي في صفوف النادي الاهلي والاسماء المميزه اللي موجوده، شايف فرص المنافسه على اللقب نفسه والوصول للمباراه النهائيه بالنسبه للنادي الاهلي ازاي؟ بشوف ان ظروف النادي الاهلي هذا الموسم افضل بكتير من الموسم الماضي. يعني النادي الاهلي افضل بكتير جدا. النادي الاهلي اصبح يمتلك في كل مركز، او خلينا نقول في المراكز الحساسه بالتحديد، لاعب واثنين وثلاثه الفجوه بينهم قليله جدا جدا جدا. وده اللي مخلي النادي الاهلي رغم عدد الاصابات الكبيره اللي حصل في الفتره الاخيره، ورغم غيابات مؤثره جدا جدا جدا، النادي الاهلي بيسير بنفس الخطه. يعني انا عايز اقول لك ان غياب لاعب زي قفشه بطبيعه مركزه وطبيعه ادواره يوقع اي فرقه. انا شخصيا شفت نادي الزمالك تاثر كتير جدا 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 في فتره غياب اوباما، مش بس لان اوباما لاعب مهم، لا، طبيعه مركز اوباما وقفشه هي محوريه. لكن النادي الاهلي بسبب الوفره الكبيره في عدد اللاعبين منحت مستر موسيماني مرونه في استبدال التكتيك، فشفناه لعب مرات ب 4 3 3 و 4 2 3 1، قدر ينوع، قدر يخلق حلول اضافيه، وساعده في ده ان زي ما انت قلت يا امير في وفره كبيره جدا جدا في القائمه، في لعيبه كتير عندها طموح، في لعيبه استوت ونضجت وتقدر تدي في الفتره دي للنادي الاهلي. كمان احنا الفتره اللي جايه مع تتالي المباريات ولعب في اكتر من عنصر محتاجين شويه لعب اكتر، هنصل باذن الله في الادوار الاقصائيه لدوري ابطال افريقيا بشكل افضل كتير جدا جدا من الفتره الحاليه.
باذن الله. طيب سعيد، عايز اسالك عن تقييمك بالنسبه لمشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري حتى الان، 5 مباريات 13 نقطه، رايك ايه؟ انا بشوف ان النادي الاهلي قدم بدايه رائعه جدا جدا جدا، وقد تصل الى المثاليه في ظل معطيات الاصابات اللي اتكلمت عليها امير. طيب، يعني لو النادي الاهلي مكتمل وبيكمل بنفس السيستم ونفس الفريق وما عندوش المشاكل اللي حصلت، لا انا اعتقد ان كانت الفجوه هتبقى كبيره جدا جدا جدا. يعني مثلا النهارده النادي الاهلي النهارده مسجل 12 هدف واستقبل هدف وحيد بالظبط، رغم كل هذه الظروف، رغم ان في اصابات كورونا وغيابات و و و، فانا بشوف لا بدايه النادي الاهلي بدايه رائعه. بشوف كمان ان موسيماني، مستر موسيماني طول الوقت قادر يثبت لي انه راجل مرن جدا، ولما تكون دي النتائج اللي بيقدمها في اصعب الظروف، لان انا بعتبر ان مش هيكون في اسوء من عدد الغيابات 7 8 10 لاعبين، مش هشوف ظرف اسوء من كده، مش هشوف ظرف اسوء من انت بتلعب من غير باك رايت، وان انت بتفقد اهم 2 عندك في نص الملعب ديانج والسوليه لفتره طويله، واصلا على العاب قفشه، مفيش اسوء من كده. رغم ده انت قادر تتعامل وقادر تخلي الجميع يقول على كل البدايل انهم لعيبه سوبر. الناس كلها لما تشيد باكرم توفيق ودوره المهم في الكام مباراه الاخيره، الناس كلها لما بتشيد محمد شريف وتشوفه هداف مهم للكره المصريه وانه هيكون ليه دور في الفتره الجايه. طيب سعيد، مش ملاحظ سوء مستوى التحكيم تحديدا في مباريات الاهلي؟ يعني عايز اخد تقييمك للتحكيم مع النادي الاهلي في 5 مباريات. ده شيء مؤكد يا امير، مش سعيد بس اللي ملاحظ، مصر كلها ملاحظ ده، خاصة يا امير لما يتعلق الامر بالاهداف اللي هي تسلل ولا مش تسلل. ده يعني دي ما فيهاش جدال، ده موضوع ما ينفعش يبقى فيه نقاش يا جماعه. عيب قوي 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 ان احنا يبقى مش قادرين نحدد الاوفسايد بتقنيه فار. يعني انا بعتبر ده التقنيه موجوده ليه يعني؟ يعني هل الخلل في التقنيه ام الخلل في اللي قاعد قدام التقنيه ام الخلل في حد بيحرك الاثنين مع بعض؟ هدفين للاهلي اتلغوا لحد دلوقتي يا سعيد، هدفين للاهلي وضربه جزاء ما اتحسبتش. هدفين واضحين جدا جدا يا امير، والازمه ان الهدفين زي ما بقول لك من تسلل، يعني ما فيهاش جدال. يعني لو في احتماليه التحام بين لاعب ولاعب، لكن الاوفسايد معروف، خطوط بتترسم واضحه جدا يا جماعه. احنا بنشوف في الدوري الانجليزي ازاي الناس بتقيس بالمليمتر، ازاي الناس بتتأنى، مفيش اي هدف من يوم تقنيه الفار لحد نتمنى ان الامور تنصلح بخصوص التحكيم تحديدا. يا سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا، الصديق العزيز سعيد علي الناقد الرياضي بالمصري اليوم، واللي كان معانا من خلال السكايب واتكلم معانا في بعض النقاط المهمه جدا تتعلق بالنادي الاهلي. فاصل وبعد الفاصل نكمل. يلا، سؤال حلقتنا كان ايه رايكم في اداء النادي الاهلي في مباراه سيراميكا بالامس؟ فبالتالي راي حضراتكم كالتالي: محمد ايمن قال اداء جيد بعد التغييرات اللي حصلت تحديدا في الشوط الثاني او مع بدايه الشوط الثاني. عمر كمان عبد الرحمن قال اداء كويس مقارنته بمستوى الفريق اللي قصادك، سيراميكا منافس قوي بس لازم التركيز في الفرص المتاحه عشان نرتاح بعدين. برضو دي نقطه مهمه، ان شاء الله الاهلي يكون مركز بشكل اكبر في الفرص اللي بتتاح ليه، لكن هي نقطه ايجابيه ان انت بيجي لك كم كبير من الفرص، بالتالي انت تقدر توصل بشكل مميز للمرمى. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد من حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.